تعدينا انا ابيع ملابس هنا حاجه ب 1000 حاجه ب 500 حاجه بربع، وانه ما ابيع ب 2000 ب 3000 وارجع للبيت. زين ساعنا على العيد ما يرد لنا ملابس، عندنا اغراض، صاحبين عائله، عندنا ايتام. هسه بتي ذاك اليوم ما صار لنا كم 3 شهور توفت. على 3 اطفال عندي. يعني صار شنو ذنبي انا ما ابي والله بالظن. بس شو سوى احنا هاي حياتنا. احنا والله الحمد لله والشكر. كل هاي نقول الحمد لله والشكر. انا عندي بسطيه هنا أنا ابيع بيها على باب الله. كل جمعه بس بالجمعه نجي، دش الجمعه سدوها قالوا حيجي الوزير. ومنعونا ان شمالنا لي غادي ما بعنا كل شيء ولا حاجه دش الجمعه. رجعنا يا بالليل يجي الوزير، شنو الوزير بذا ما يساعدنا؟ لو شمالنا غادي هناك بالضن. وعلى ما خلص وكشفه وسوى مؤامرات وما راحوا، واحنا كل شيء ما حصلنا. هو حداه مزرف ومشقق. لان نشتري بل بدينام 750، ما عندنا مكان نشتري جديد على العيد. احنا امورنا تعبانه. هو امورنا تعبانه، شو يسوي العم؟ امورنا تعبانه طبعا يدور على الميدان. يدور من 1000 ومن 500 ومن ربع. هي حياتنا هيك قضت. هسه احنا بالعمر كبير المفروض انا اقعد يعطوني راتب من الدوله، لعد النفط مالنا وين صار؟ يعني انت لا تعرف هذا فقر بالشارع وده تشوف العالم هذا يبيع قنادر عتيقه وهذا يبيع له سبحه وهذا يبيع مي بارد بربع. هاي يلمون عود فلوس للعيد، يعني هاي شغله هاي؟ هو الفقير الفقير منين يجيب الفقير؟ الفقير اذا ما ساعد الدوله منين يجيب؟ يعني انت تشوف العالم هسه انت بالميدان دباوع افتر بالميدان باوع هاي كلها غراض عتيقه دا يبيعون بيها وبعد 10 ايام 15 يوم العيد، يعني صايره كلها ما عندها رواتب، كلها فقره، هاي العالم الواقفه كلها فقره، هاي العالم الفقره هاي كلها الواقفه، هاي كلها هاي الواقفه العالم كلها جاي تبيع حاجات، بيع له حاجات بسيطه ما عندها. يعني ليش لا اقول لك؟ فانت تسالني على العيد، ماكو عيد، هاي ناس كلها فقره. ناس فقره ما عندها عيد، جاي يبيع له واير، جاي يبيع له سيم، هذا يبيع له بلوز، هذا يبيع له مكرم سامع قندره عتيقه. هذا حاط له سبحتين بيده دا يبيعهن، يعني هاي مو شغله هاي، هذا الفقير منين يجيب؟ هاي الشغله هو هذا عيد؟ اذا مو العالم والدوله تباوع وقاعدين بالبرلمان يفرهدون باموال الشعب، هاي الشغله، قاعدين بالبرلمان يصوتون على شغلات تفيدهم بس. خاصه بيهم. هاي هي، خاصه بيهم، صوت شال ايدك، اخذ له 4 مليون، هاي مال الغداء ومال العشاء ومال شو اسمه يعني الاوفر تايم ما شو يسمونه هذا، يعني هاي ما صايره، ناسين الشعب، ناسين العالم، ناسين الفقره، عم الفقر والجوع والظلم والموت، مي ماكو، كهرباء ماكو، الدنيا مقلوبه، هذا مو ما كان هيك العراق عمي، ما كان هيك العراق، خلي يجون يطلعون للشارع يباعوا للعراق شلون صار، ما كان هيك العراق عمي. هذا حكي يطلعون بالتلفزيون راح ننزله وراح ما يقدرون عمي، ما يقدرون، هم هناك صايره عصابه عمي، صايره عصابه بالبرلمان، عصابه ما ينزل الدولار، صايره عصابه، ما حد يصوت، ما حد شنو يعني شنو التصويت على اموال الشعب يصوتون عليه من؟ هم ضايقين الشعب، شو يصوتون؟ برلمان قاعد مو برلمان، هاي قبه مال حراميه، غرفه مال حراميه، مو برلمان هذا. هذا ما يعتبر برلمان، بس شو يسوي الشعب؟ يطلع الشعب يقتلوه. هذا اللي انضرب رصاص، هذا اللي اخذته اعتقلوا العالم، اعتقلته الشرطه والشغب وبعد ما طلع. هواي العالم تاذت وماتت. طلعت من جوعها طلعت عمي، روح خلي يوقفون بدرفك لا يبيعون العالم، تجدي نسوان زلم اطفال شباب كل هذا تجدي. محمد الشاعر السوداني عمي الدولار هسه صار 148 هسه احنا نريد 130 شو تنزلون يا عمي الفقير يعيش الفقير انا من الصبح لليل قاعد بالسته عيشه ما جايب لاهلي الله اكبر عمي الله ما يقبلها الله ما يقبلها الدولار 148 149 فقير شو يعيش راح شوف البسطاء العالم القاعده ما تحس فينا قول نزل الدولار هو حتى كل شيء ماكو والله كل شيء ما مسيطر على عيشتي وحق هذا الله دابع سبحة بلف وبلفين حتى ب500 ماك من الصبح لي حتى اروح البيت اعزل
يوميه كلها طيب. والله السبب المعيشي البلد اللي شاي يمر بيه الوضع تعبان جدا جدا، فلذلك ان بسبب الظروف المعيشيه اللي البلد شاي يمر بيه العالم السود اتجهت وين؟ الى المستعمل والنظيف بسبب الظروف المعيشيه، زائدا الى ارتفاع الدولار، هاي كلها تاثر باقتصاد البلد، سيره البلد، معيشه البلد، هاي كلها تاثر. شوي الظروف تعبانه، يعني الشغل شوية تعبان، العالم تعبانة، فذلك الناس اللي اتجهت وين؟ اتجهت إلى المستعمل والنظيف. أنا بعد شوي افتريت على محلات، شفت إنه الملابس غالية وهاي غالية، يعني باقي كله باقي، هذا الجديد. فأكو عالم سوت اتجهت وين؟ إلى السوق المستعمل، لأن أحسن واقتصادياً أحسن بالنسبة إلى الظروف المعيشية اللي يعيش بها المواطن. والله لو اجواء العيد يعني نقول لله الحمد، نقول احسن من ماكو شيء على شيء زين، يعني هم ناس وناس. ابن عمي انا جاي اشوف هم ناس وناس، الناس اللي عنده دا ياخذ واللي ما عنده قاعد. نشكر قناتكم الموقرة على هذا اللقاء بالنسبة لقبول عيد الأضحى المبارك على الشعب العراقي. تدري الشعب العراقي طبقات البرجوازية ما يهمه، يروح يشتري من المولات، يشتري من هاي المحلات الألبسة الجاهزة الحديثة، والمواطن اللي ها حالته وسط يشتري المستعمل من البالات موجود هنا في منطقة الميدان وفي منطقة الكاظمية وفي منطقة واكو حتى بشارع فلسطين يبيعون بالات يعني جيدة مثل ما يقول مستوردة، هذا السكند هاند. واكو ناس لا والله لا يشتري ولا يعتبر ولا اكو عنده عيد، مو كل المجتمع سوية، مو كل أصاب عيدك سوية. بالنسبة للأسعار، الأسعار غير الألبسة، عندنا هسه تجي على الأسعار بقت هي رغم أنه الدولار كان 175، كان شغل الناس موجودة شغل وتشتغل وتبيع وتشتري، هسه نزل 147 والدولة قررت 132 وسوق واقف لا بيع ولا شراء، والمواد الغذائية بقت نفس الغلاء ما نزلت الأسعار. يعني أنا ذاك اليوم اشتريت حليب محمود هذا الكيس بالكيلوين وربع ب 17-18 نفس السعر القديم اللي كان الدولار عليه 175. ولو تشوف الاسعار بقت هي نفسها صاعده بالنسبه للمواد الغذائيه، واعتقد حتى الالبسه نفسها. اصحاب المحل سوق واقف استادي لان الدولار ما مستقر، الناس ما تعرف بيش تبيع بيش تشتري، يقول لك كان يشتري من الجمله اكسره على العراقي مثل خلينا نقول القميص ب 7000 دينار، يجوز ينزل الدولار اكثر ما يشتروا مني القميص 5000 دينار، فيخاف يشتري ويخاف يبيع، ها خاف تغلى الاسعار واخسراني، اخاف تنزل فما يعرف لا يبيع ولا يشتري، فتوقف السوق لا بيع ولا شراء، هاي نتيجة التلاعب بالدولار. لو الدولار كان 175 سوق ده يشتغل، من سعره ب 132 التهريب باقي ترى هو التهريب، لانه ده يشترون هسه جوازات ده ياخذون 20 ورقة ده يلمون كل 30 كل 40 جواز وده يبيعون، هسه المشتغل البيع والشراء عادي بالمصارف بالصيرفات، وباقي الدولار 147 والسوق واقف. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نشكر قناتكم اول مره، نشكرها شكر جزيل. المواطن اول مره يا مواطن اللي يقدر يروح يشتري هسه، يا مواطن اللي يروح يقدر يشتري
المواطن الطبقه الراقيه طبعا يروح يشتري، الفقير ما يقدر يروح يشتري، ما يقدر يروح يشتري. الدولار قبل كان 147 ونص تهريب وما شنو، وهاي الشغلات كلها موجوده. هسه على اساس منعوها وصار تسعيره وصار 130، صار 130 بس من من البنك. تروح تسافر بيدك الجواز وتروح تسافر يعطوك 10 اوراق، كان 20 ورقه هسه 10 اوراق. الدولار هسه صاعد ونص، صاعد ونص. هم بيش اسق بالعيد؟ بيش بال 173 173، وعندي اربع جهال. يقول لي ولدك كبره وليش يعني ابني اذا صار عمره 18 بعد ما تاكل لو ما تشرب، لو ابني عمره ابني معوق يا بليز من 2015 له مقدم له بعده بعدي ما طالعه مكتوب كاتبين له مشمول بغان والحمايه حين النفاذ. كل ما اروح اجيب امه ميته منين اطلعها من القبر؟ وانا قاعد عند اخوي خذ والله على اخوي مقعدنا عنده فلوس فيه قاعدين حواسم كفيلك الله قاعدين ارى الزراعيه وقاعدين بيها وراتبي 173 منين اعيشوا؟ لو تعال اشتري هدوم قلت لهم نعم هذا بلف وهذا بلف من السوق هذا عندي منين اعيشه؟ اعطي الجهال اربعه اخذ لك سبلي اخذ لك بكيف منين اجيب؟ واحنا بنكات قوم مدبرينين مبرده ب 60,000 خذ والله على ناس كرموني اياها منين نجيب؟ ما تقول منين نجيب؟ 173 ماكو غيرها تتاخذ 220 قطعوني والله ولدك كبروا. هاي من قهوة القهوة من قهوة القهوة نقعد لنا ساعتين هنا ونرجع نروح ننام ونرجع الاصل للقهوة. هاي عيشتنا. يا بزودونا سوونا عاد 200 ما اريد. خليهم ياخذون مليون ويعطونا من المليون 100 ما اريد هواي. هاي شاحكي لك على الاوضاع. تعال اشتري هدوم اداني بابا طيني 50 قلت له وعدي 50 شهر عد بي ليلي. منين اجيب لك 50 اشتري ملابس؟ هذين هنا صحون حاجه بلي باخذ لك اثنين ثلاثه. اعطيني اشتري حذاء اشتري فلوس. قلت له منين اعطيك اشتري فلوس بالحذاء؟ انت سويت ذونها. هذول 200,000 ما عنده اشتري سلون. أنا عندي راتب رعاية، الرعاية مالتي راتبي 225، الوزير يقول ما نزيد الرعاية على مود لا تكثر البطالة. أنا رجال لا أقدر أشتغل ولا أقدر أشيل القلاص هذا البطل ما أقدر أشيله، أنا رجال فقرات عندي وعندي سبع بنات وقاعد إيجار و200,000 225 والوزير يقول ما نزيد الرعاية لأن البطالة تكثر. زين أنا إيش أقدر أشتغل أنا؟ أنا عندي فقرات أنا معوق وهاي عوتي. زين من يقول لي اشتغل شو اشتغل؟ انا صار لي 10 سنين ما مشتغل. اشتغل هسه صار عمري 55 سنه هدوم ما اقدر اشتري لهم، هسه انا مهزوم من البيت على مود ملابس يقولوا لي اشتري لنا بابا ما اقدر اشتري لهم. ما عندي، انا قوم مدبر العيشه الطماطات والباذنجان قوم مدبر. منين اجيب؟ وهسه مهزوم من البيت على مود ده اشتري لهم ملابس. هاي مال قبل ثلاث سنوات اربعه طفل ما تشتري له جاهله ما تشتري لها ملابس. هم الله ما يقبل وانا قاعد ايجار وجار 200,000 بالشهر منين اجيب؟ اجيب هنا اعطيهن الايجار تبقى عندي 25,000 اروح اتداين منا ومنا اتدبر على مود اروح اجيب عيشتي. فهاي هي هاي المعاناه مالتنا. فعينهم على الرعايه يزيدونها شويه يحركونها يعطونها زياده يعطونها منحه يلتفتون على هاي الرعايه الناس الرعايه اقدر اشتري لي بلوكات ابني لي شنكوات احط سقف على راسي ما عندي. منين اجيب؟ وملابس مهزوم من الملابس مال العيد على مود هاي الشغله. والله تعم احنا هسه عيشتنا ما مدبريها. ابو الرعايه يقول ما زيد الرعايه، والله شلون زيد الرعايه تكثر البطاله؟ البطاله اللي عمره 17 20 سنه 25 سنه، هو مو البطاله اللي عمره 60 سنه و55 سنه و70 سنه يقدر يشتغل هذا؟ هذا ما يقدر يشتغل ولا يقدر يدبر عيشته. والله هو حقه على الدوله.
احنا حقنا على الدوله، احنا ما منطينا واحد من جيبه، لا وزير رعايه منطينا من جيبه ولا الوزير ولا اي واحد منطينا من جيبه، احنا لنا حق على بلدنا. هذه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، ونشوف أنه متطلبات العيد وفرحة المواطن بالعيد اختفت، لأنه العيد ما عاد إلى طعم في العراق. يعني كل الأعياد في العراق ما لها طعم. لماذا؟ لأنه أولاً الأوضاع السياسية غير المستقرة، الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، أيضاً هناك عوامل أخرى كصرف سعر الدولار الذي ينخفض قليلاً لكن هو دائماً مرتفع. قبل أيام انخفض إلى يعني 145، البارحة رجع ارتفع إلى 148. فهذا طبعا السبب الرئيسي لركود الأسواق العراقية والقدرة الشرائية هو سعر الدولار. سعر الدولار عدم يعني تثبيته بسعر رسمي في السوق الموازي يعني يكون مرتفع. أما هاي القرارات الحكومية في يعني سعر الرسمي وغيرها 130-32 لم يكن لها على أرض الواقع أي نتيجة، لأنه بالأساس المفروض الحكومة عندما تعلن يعني قانون أو شيء يجب أن يلبسه المواطن على أرض الواقع وليس وعود وكلام. إحنا نشوف أنه الآن الأسواق العراقية كاسدة، حركة السوق منتهية تماما، لأنه بسبب ارتفاع هذه الأسعار المواطن الآن محبط، لا يستطيع أن يتدبر أمور يومه من حاجيات وأكل ولبس، والأسواق الآن هي تشهد حالة من الركود الاقتصادي والتجاري في أغلب مناطق العراق. كانت أجواء العيد في الأيام السابقة أو السنين الماضية كانت أجواء رحمانية ومفرحة. كانت حتى المدارس توزع كسوة صيفية وشتوية، وكان الفقير اللي ما عنده فلوس كان يقدر يقرر دينار دينارين ويلبس أطفاله ملابس العيد، ويسوون الأشياء المتعارف عليها بين العوائل، يسوون الكليتشة، يسوون الكعك، يسوون أشياء أخرى، لأن مادة أكو واستقرار أكو وسعادة عايشة الناس. رغم كان يعني فلوس قليلة بس إلها قيمة. كان لحد 72 الدولار الدينار العراقي يساوي 4 دولارات وكسر، كان أقوى من العملة السويسرية الدنماركية. هذا خسارة 5 ورقات. هسه الأجواء اختلفت، أجواء يعني تقدر تقول كئيبة، الناس ما مرتاحة، الناس ما عندها تشتري وتتهيئ للعيد. ومع العلم هو العيد فرحة للمسلمين، فرحة عظيمة وكبيرة، لا وزعة وعيدية، لا وزعة وعيدية، لا نطور رواتب للمتقاعدين، لا فرحونا بفرحة قبل العيد. يعني ايش تحكي؟
كل ما تصير مناسبة تصير فد أزمة. يعني الله سبحانه وتعالى يدز رمضان رحمة للناس، هذول يحولون نقمة، يزيدون الأسعار، يزيدون المواد اللي ضرورية، زين، والناس عايشة على قد حالها، ماكو سيولة نقدية ما عندها، ناس فقارة على باب الله. وانت تجي وهسه هذا جات ايام الاعياد، الناس يمكن ما عادت تشتري كفيه لبنتها، اكو ناس تتغدى ما تتعشى. فهذه المفروض الدوله هي تراعي المجتمع، تراعي الشعب، الدوله اللي تحكم الشعب، هذا الشعب لازم ترفه، لازم يشوف الخير على ايدهم، كل شيء ماكو. وهاي ابسط شيء، هسه هاي لا اكو عيديه، لا اكو راتب، لا اكو فشي فرحة على العيد ماكو. وهاي المناسبات تجي الناس متأذية بصورة عامة، وهم يدرون، الدولة تدري انه شرائح المجتمع متأذية، ماكو فشي اللي يفرحها. شنو اللي يفرحها؟ كان قبل بالمناسبات مثلا ينطون مخفوضات محكومية للسجون، ينطون تبييض السجون، ينطون عفو، هسه كل شيء ماكو، حتى تعيينات ماكو. زين، انت يا وزير التعليم العالي لغيت هاي مال اتحادات الطلبه، شنو هاي؟ اكو مواضيع تلغي، ليش؟ بالنسبه للدولار هذا هذه عمله عالميه، وهذا صندوق النقد الدولي دي يتحكموا هذه الامور. صعد الدولار، نزل الدولار، ومن شاف الدولار؟ بس هم المتنفذين والتجار. أي حاجة بلف مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نرى أن العراقي يعاني ما يعاني من شظف العيش، ويعاني من انخفاض الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار قياسا إلى الدينار العراقي. بعد أن كان 120 أصبح 150، ربما وصل في مرحلة 160 و170. هذا كله رفعت أسعار السوق، سببت كساد بالسلع، سببت عدم قدرة المواطن على اقتناء السلع، ناهيك عن عدم قدرته على توفير فرص عيش أفضل. يعني أنا كمثال، أنا مواطن عراقي متقاعد، عندي خدمة أكثر من 40 سنة، وموظف كنت، وطلعت تقاعد صار لي أكثر من 3 سنوات، كان راتبي 900. كنت أول ما طلعت كانت ممكن أنه تسد المولدة وتسد الإنترنت وتسد مصاريف اليومية، لكن بدت يوما بعد يوم تنخفض القيمة الشرائية للمبلغ، وبذلك أصبحت ما أقدر أقاوم إلا أن أبحث عن عمل آخر. هذا الأمر ينعكس على كثير من المواطنين. المواطن العراقي مجيء العيد يجعله في موقع الحيرة، إذ أن الأسعار ترتفع. إحنا عندنا بالعراق مع الأسف الشديد بعض التجار يستغلون الفرص ويستغلون المناسبات والأعياد والأمور لصالح رفع الأسعار، وهذا الشيء مؤسف. هذا الشيء أنا على ما أظن ما موجود إلا عندنا، بس عندنا بالعراق استغلال وضع معين. زائدا الدولة غير قادرة، نكون بكل صراحة، غير قادرة على معالجة هذه الأزمة بصورة صحيحة.
صوصي 750، كبده ب 1000 دينار، همبرجر ب 1000 دينار، كبه ب 500 دينار، كباب ب 1000 دينار، دجاجه بالتاكيد انه احنا في كل موسم يعني وخاصه في مواسم الاعياد يكون هنالك كثير من العوائل العراقيه والبغداديه بشكل خاص، وبالذات العوائل ذات الدخل المحدود معاناه حقيقيه في توفير مستلزمات العيد للاطفال، لانه اصلا هو العيد يعني للاطفال وفرحه الطفل. وبالتالي انه كثير من العوائل العراقيه تعاني الامرين، اما من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه اضافه الى اسعار الملابس وبقيه التجهيزات الاخرى في السوق المحليه، وهذا دليل انه هنالك اخفاق حكومي في اعاده سعر صرف الدولار الى ما كان عليه سابقا. وكنا نتامل انه في هذه الموازنه الانفجاريه من قبل الحكومه الحاليه ان يكون هنالك تخفيض في سعر صرف الدولار حتى ينعكس هذا التخفيض على مجمل الامور الموجوده الحياتيه اللي يعيشها المواطن العراقي. ولكن للاسف الشديد تثبيت هذا السعر اللي هو 1300 بالتاكيد رافقه انه زياده غير مسبوقه في ارتفاع السعر في السوق الموازيه، وبالتالي اصبحت كل الهيئات الرقابيه والاجهزه الامنيه اليوم عاجزه عن ملاحقه هذه العصابات المتاجره بهذه العمله، وبالتالي اعاده سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا، واثر بشكل واضح على كثير من فئات الشعب العراقي اللي هي شرائح ذات الدخل المحدود وشرائح المتقاعدين وبقيه الشرائح الاخرى. صوصي 750، كبده ب 1000 دينار، همبرجر ب 1000 دينار، كبه ب 500 دينار، كباب ب 1000 دينار. حقيقة غلاء الأسواق وسعر صرف الدولار، عدم السيطرة عليهما، هذه دلالة على أربكة السوق، والآن المواطن في حيرة ومعاناة كثيرة، والعيد مقبل ولا نوجد هنالك قوة شرائية حقيقية سواء في المأكل أو في الملابس، ولهذا فرحة العيد أصبحت الآن هي في على المحك، ولهذا الحكومة لا تستطيع اتخاذ إجراءات بالسيطرة على السوق ولا السيطرة على سعر صرف الدولار، ولهذه هي كلها أسباب معاناة، وهذه المعاناة يتحملها المواطن العراقي، ونتأمل من الحكومة أن تكون جادة في إيجاد إجراءات حقيقية لرفع القوة المعاشية أو القوة الاقتصادية إلى المواطن وإلى البلد. والسوداني حقيقة دائما يدعي ويقول ويتظاهر بأن هنالك إصلاح اقتصادي، الإصلاح الاقتصادي هنالك جمود اقتصادي وليس إصلاح اقتصاديا، فإن نجد في الأسواق لا توجد هنالك الحركة كما تعودناها في سنوات سابقة بأنه قبل العيد تكون هنالك حركة نشطة في الأسواق. هذه دلالة على أنه الحكومة غير قادرة على حل مشاكل المواطن، وأن المفروض على الحكومة هي تصفير الأزمات وحل الأزمات وليس خلق أزمات. فلهذا الحكومة حتى أنه لا تستطيع بدفع عيدية إلى المواطن كالشرائح الفقيرة، كالرعاية الاجتماعية، كالمتقاعدين، كالموظفين، هذه ممكن عندما تعمل هذا الشيء ممكن تحرك الأسواق، ولهذا الحكومة لحد الآن لم تتخذ شيء على الواقع العملي، وإنما بس مجرد كلمات وشعارات تلفظها، هذه ما تنفع شيئا. نحن نريد عمل ملموس على أرض الواقع، ولهذا نجد الأسواق الآن شبه خالية وشبه فارغة، والمواطن الآن يعاني، وهذه المعاناة هي بسبب هذه وعدم وجود إجراءات حقيقية أو إجراءات وقائية لمعالجة هذه الأمور. فلهذا نتأمل من الحكومة أن تكون جادة برفع القدرة الشرائية للمواطن والسيطرة على السوق والسيطرة على سعر الصرف حتى لو كانت هنالك أكثر من طاقتها. اليوم حقيقة يعني احنا نلاحظ كثير من العوائل نعم تعزف عن شراء الملابس من السوق المحلية، ولهذا
اقول من النعم الله علينا انه هنالك موجوده سوق البالات اللي هي الملابس المستورده الموجوده وانتشرت بكثره في بغداد وبقيه المحافظات. هذه لجا الى الكثير من اصحاب الدخل المحدود لشراء ما يحتاجوه لاطفالهم وحتى لانفسهم، واحنا كمتقاعدين ايضا نلجا في غالب الاحيان الى هذه المحلات لشراء مستلزماتنا اليوميه لانخفاض اسعارها قياسا باسعار المحلات، إضافة إلى رداءة النوعية الموجودة في السوق المحلية. بالتأكيد أنه الهم كبير، المعالجات قليلة، الحكومة يعني للأسف الشديد الحكومة الحالية نعم كما أعلن في مشروع أو برنامج الحكومة أنه حكومة خدمة وطنية، ولكن للأسف الشديد على أرض الواقع لا نجد مثل ما يقول، هناك كثير من اللفات الشائكة، هناك كثير من المشاكل الاجتماعية موجودة. Thank you.